لافتتاح باب التسجيل في المباراة قبل أن يعدل بوعليا الكفة لشبيبة القبائل بهذه الطريقة. تواصلت المباراة بعد ذلك وقبل نهاية الشوط الأول من اللقاء، المهاجم بالقاسم عاد مرة أخرى وأضاف الهدف الثاني لصالح فريق اتحاد العاصمة الذي أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين مقابل هدف واحد. وفي الشوط الثاني من اللقاء تمكن لاعب معمري من تعديل النتيجة عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 73، ورغم محاولات محمد قاسي سعيد النادي العاصمي وكذلك الشبيبة في هذه اللقاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة من تسجيل هدف آخر، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل وسط انتقادات من طرف يعني أنصار اتحاد العاصمة حول هذه اللقطة ولقطة ركلة الجزاء. هل تمت عرقلة اللاعب خارج منطقة الجزاء؟ نعود نشوف اللقطات بعد قليل مع حمزة الزلمي من كل زوايا. هل تمت العرقلة داخل المنطقة أم خارج المنطقة؟ شوف الخطأ موجود، الخطأ موجود رضوان، أنا يبان لك هنا يبان خارج، خارج في الزاوية يبان خارج، ولكن في بعض الزاويات الأخرى يبان الداخل، حتى بالكاميرا ما قدرناش نشوفوها. وعلى حساب الخبير، يعني صعيب تقدر على حساب الخبير امين الخبير على حساب الخبير قال لك ما قدرش نشوفها. اسمح لي انا خبير التحكيمه. ايه دوك دو انا ما اخبيش عليك، انا واش شفت في هذه اللقطه في الزاويه الاخيره شفت باللي قاسو خارج المنطقه، ماشي هذه، ماشي هذه وسط داخل المنطقه، ماشي اعطيك صحه فهذه، ماشي هذه اللي مورا هايلك هذه. شوف شفتوا قاسو خارج المنطقه، الزاويه الاخرى تقول داخل المنطقه، صح انت لازم تتبع، احنا شفنا بالزاويه الاخيره. شوف حنايا امين، حنايا بالتلفزيون بالاعاده والرالونتي والدنيا ما قدرناش يا وين اربيت افود لاكسيون الحكم عنده 2 3 سكوند باش يخمم يقول لك ضربه جزاء ولا ليس ضربه جزاء. ولكن على العموم رضوان لما تشوف المقابله هذه الحمد لله لعبت في هذا الملعب، يعني اعطى شويه روح الروح تاع الكره القدم. اللي تصور كل لعب في دار البيضاء ما حش يكون مقابله كاع، وهذايا مانيش عارف علاش الناس خمت باش يلعبوا في دار البيضاء. للاتحاد راهو يضيع نقاط وراهو يبتعد على المراتب المؤهله لكؤوس القاريه، مانيش عارف ولا هو ايضا قالت ما ولاش اللاعبين ما ولاش كومبيتيتور بعد المشاكل اللي صراو في كاس الكاف والاقصاء تاعهم امام شباب الوزدان، شباب الوزدان في الكاس، في الكاس في الكاس ربما اثر عليهم، ولهذا يعني تراجعوا كثير في في الكلاسمون تاع الدوري الجزائري. نعود نشوفوا اللقطه علي بن شيخ، ما سمعناش يعني الراي تاعك في هذه اللقطه، لقطه ركله الجزاء لصالح شبيبه القبائل امام اتحاد العاصمه. نشوفوا مع حمزه سلمي، علي بن شيخ اللاعب سقط او تمت عرقلته في المنطقه ام خارج المنطقه؟ يبدو والله سي ان بو ديفيسيل لان البالون دخل لا سيرفاس الجوار، شوف وين نقاس كي تشوف من هالجهه، كي يوري لك من الكوتي واحد اخر تشوفه داخل لا سيرفاس. دونك انا جو بونس كو البيناتي هذا لي ميو بلاسي هما لي زاربيت لي نجمو يقولوا لا فريمون بيناتي او با. هذا هو اون تولي كا سكي سور سيك مقابله تاع نول، تاع ماتش نول ماهيش مقابله تاع كانوا نقولوا 50-50 هيك طام. ايه ولكن انا حبيت نقول كلمه واحده برك، جاب لي ربي يعني ولا ني غلط سمحوا لي، جاب لي ربي نيفو دا نقص، ناقص نيفو انا جاب لي ربي نيفو ناقص. شفنا مقابله كل صراحه دوك كل راني غلط سامحوا لي، لعبنا في دار البيضاء علي لا خلينا نبدا هذاك لعبوها في الحومه وخلاص. هذاك رغم الصاد كان شباب يعني لا شباب بولو الشباب والمستوى ما لا بارتي حتى الاجواء في المدرجات كانت رائعه. انا نهضر على النسي شفت نيفو ناقص بكل صراحه، نيفو حابط اي سي دوماج باسكو لا بولو الشباب ملعب شباب دو زافيش دو نو اسما جي اس كا سي دوماج. ورانا الفوتبال تاعنا كاش راهو يروح مانيش عارف علاش. أمين أقصاص نادي اتحاد العاصمة حاليا ما زالت له 3 مباريات متأخرة، عنده 36 نقطة، يعني ما زالوا في الكورس في المراتب الأولى، ولو أنه يعني بعد الذي حدث له والإقصاء في كأس الجمهورية ما حدث له كذلك في كأس الكاف والنزيف متواصل في البطولة. شوف شوف باللي يعني قضية كأس الكاف أثرت سلبا على النادي. لا شوف لاعب بداته سي نورمال كان مدى به سيرتو وين اتحاد العاصمه رمى بكل ثقاله في هذه المنافسه وين راح الى النصف النهائي، وكان قادر انا نقول بور موا كان ينافس في تحي ينافس فريق انا نقول باللي جد متواضع اللي ما عندوش خبره كبيره في هذه الكؤوس هذه.
ضمن سي نورمال كلاعب تتاثر مي ما تحبش الحياه في هذه المقابله هذه معناتها كي ما لعبوش مقابله هذه سيبري داروا مجهود كبير راحوا لا فريق من قبل اللقاء هذا راحوا ولا في رمضان فهمت لعبوا على الزوج وين عاودوا ولا في الماتش الاول سجلوا هدفين تاهلوا بصعوبه دونك اللاعبين كانوا ماذا بهم يروحوا الى ابعد في هذه المنافسه مالوريزمون الفريق المغربي سيس هذه المقابله وعلى بالنا كاع علاش دخل بهذه الخريطه الوهميه هذه دونك ضمهم اللاعبين خلاص يبدلوا كما نقولوا يطويوا الصفحه هذه ويمروا الى صفحه واحده اخرى اللي كانت اربعه ايام اللقاء تاع ضد شباب الوزداد اللي بحقيقه ما شفناش اتحاد العاصمه 120 دقيقه دار فرصه واحده حقق فرصه واحده اللي عن طريق انا نقول باللي قطفه اللي ضربت في العريضه وخرجت دونك من فريق انا نقول باللي اللي في الاونه الاخيره النتائج ديالو كانت متذبذبه نورمال ينسى الاقصاء هذايا مي انا نقول باللي اتحاد العاصمه نولي لك اللقاء تاع شبيبه القبائل انا نقول باللي شبيبه القبائل ادى مقابله كبيره في هذا اللقاء انا نقول اللي يستحق كان يستحق الفوز شبيبه القبائل اداو كل ما عليهم فانا ما خبيش عليك مالو شغل حيرني الفريق تاع شبيبه القبائل كيفاش كنا نشوفوا اللقاءات الماضيه كيفاش كان يلعب حقيقة ما شفناش بمستوى عالي أدى مقابلة لا بأس بها في اللقاء تاع اتحاد العاصمة كان واقف فوق الميدان مليح من ناحية الناحية البدنية كان واجد الفريق سيتو من اندفاع البدني شفنا كما نقولوا ضغط على اتحاد العاصمة دونك أنا نقول باللي النتيجة هذه تاع التعادل كانت نقول لك إيكيطاب زعما نقدر نقولوا إيكيطاب مام اتحاد العاصمة بادر في الهجوم كان متفوق على مرتين مالوريزمون أنا ضربة الجزاء بالنسبة لي ضربة الجزاء غير صحيحة باسكو شفناها لاكسيون انا رايي الشخصي شفتها انا ما قاسوا خارج 18 متر خط تاع 18 متر ويبقى رايي بالك نقدر نكون غلط مي على العموم انا نقول باللي النتيجه مرضيه لشبيبه القبائل اكثر من اتحاد العاصمه باسكو شبيبه القبائل في الاونه الاخيره انا نقول باللي راه يمر بفتره صعيبه في السور لي دو ماتش هادو هذا تروازي ماتش يحقق فيه نتائج ايجابيه ان شاء الله يعود الى الواجهه شبيبه القبائل وما الفرق الكبرى هذه كي نشوفوا دي بون جوار لاعبين لي يمدوا كلش فوق الملعب وما الجمهور كيروح للملعب يستمتع باللقاءات.